على فكرة البامب موجود، بس لو قربنا هنشوفه اهو. دبل كليك، هعمل انا قلت عليه، مش عارف عاجبني، تمام، عايز اعمله بصراحة. طبعا حركة زي دي لما تقفل، لما انت عايز تقفل الميتال بتاعك خالص، عمر الكلر ما هيقفله، وعمر الريفليكتنس التقليل في القيمة عمره ما هيقفله، ولا يديك اللوك اللي انت بتتكلم فيه ده، تمام؟ زي ما انت شايف، تمام. ادي البامب، كنت لسه بتكلم ان البامب موجود، ادي البامب موجود. كولر انا ممكن اصلا ما اديلوش كولر، ريفليكتنس فرنل الدنيا تمام. ممكن اقلب التايب لجي جي اكس، اشوف شايفين فرق، معاملة تانية خالص ولوك تاني خالص. الميتال هنلاقيها، نعم، والسبيكولرز هنلاقيها يعني سموز. اه شفتوا، ما حدش في السبيكولرز الجامدة اللي كانت موجودة هنا. ده لو انت حابب بقى انك انت تلعب في حتة زي دي، افكر اسيبها كده. قديمة وواقعية يعني. هنسحب البامب ده لورا شوية ونقفل. فاضل خامة واحدة بس بتاعة الحزام، اللي هي بتاعة البلد. البلد في الليزر، تمام. هقول له نو لير، دبل كليك، ودي هسميها البيلت. البيلت دي هتروح في الليذر، ليذر لير هنا يا عم. هنا هنروح للبيلت ده، وهنروح للبيلت كمان بتاع الهيد. هنسلكت الاثنين، ابلاي، عامل عليهم سيلكشن هو الراجل، هو قايل له دبل كليك على البيلت، مفهوش كلام كتير. هروح لده واخد ده اسود، واروح للدف، اسف، هروح للكلر ده، تعالي شمال، بس اسف، تكتشر، برو ماتيريالز، فين فين، فابريك مابس، فيها شوية حاجات ظريفة ممكن تنفع حاجة زي كده. اخد حاجة زي دي، ولو انها خياطة اكتر منها جلد، افتكر دي تنفع. دي تنفع، مشكلة كده كده مش عايز كولر جامد. هقول له اوبن، اوكي تمام، ده الكولر. في الاديتور هقول له ان دي تبقى 1024 عشان يبقى بس شايفها كويس. حلو، دي كده في الكولر خلاص. هروح للديفيوجن، ممكن اديها ديرت، ممكن اخد نفس دي كوبي طاهرة بس، تمام. انا بس غيرت الصورة، تمام، وحطيتها برضو في البامب، يعني حطيت نفس الصورة في البامب،
فاضل بس ان انا يعني اروح هنا واشوف التيكت ظروف ايه. طيب هو افتكر ان احنا لو اوبس الحركة دي ليه؟ لان احنا ما ضغطناش على اكسس. افتكر كده احنا محتاجين فعلا تكرار. ايوه بالظبط كده، انا محتاج تكرار جامد كمان، لان الماتيريال دي اصلا بصوا قريبه من بعضها ازاي، وهنا كانت بعيده قوي عن بعضها. انا عايز اصغر كمان تكسر بالشكل ده. مش عارف احتاج يعني شوية زد كتير. لو جينا عملنا ريندر هو ده اختفى ليه؟ لو جينا عملنا كده ريندر هنلاقي ده عامل زي الحزام الجلد بالظبط. تمام جميل أوي 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 أوي. كل اللي محتاجينه بس في البامب ده ان الماتريال دي تبقى ابيض، يعني الابيض يبان والاسود يبان. فهعمل كده وهخلي ده ابيض وازوق. ايوه ده اهو الابيض كده والاسود كده. ايوه كده كده بدأ الأبيض يظهر وبدأ الأسود يظهر. لو جينا عملنا أوبن بالظبط تمام. ممكن نروح هنا في البامب ونقوم حاطين لاير فوق اللاير. هحط نويز، مش هعمل أي حاجة غير إن أنا بس هخلي النويز ده وليكن نيوتيوس أو تربيونس. كبر حجمه مش أكتر، عايز بس حاجة تعمل زي تموجات في الحزام. ألت دبل كليك على البادي و ألت دبل كليك على التابس و الرندر ده راح. حلو قوي ده تمام. ارجع 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 بكل حاجة وهنضوي كليك البنت. اخر حاجة بس هزود الديفيوجن شوية بس ريفليكتنس كل حاجة فيها تمام. هقلل بس شوية الفرنل كل حاجة مظبوطة. هنا كل حاجة مش فيها مشكلة. قرار اسود اسود يعني. نفس ده هيروح خلاص، هي راحت للبلت اللي فوق كمان، بس البلت اللي فوق ده عايز يتظبط. الماتيريال هي اللي عايز يتظبط. نفس القصة سكيل، ناخد السكيل ده جامد لجوه بالشكل ده. زد شفته كبيرة، زد كبيرة، فأنا عايز سكيل زد كده بس بالشكل ده كده.
كده لو عملنا ريندر للأخت دي. طب أنا لو عايز ألف الهيدر، يعني أنا يعني أنا عايز الهيدر عايزها تكون غير كده. لو رحت للسكاي دي تمام ممكن تلف، وانت على التكتشر مود وعلى الاكسس تمام ممكن تلف الهيدر زي ما تحب كده، مثلا تخلي الإضاءة جامدة تمام. بس خلي بالك سكاي سيلكت تاج سكاي، اوعى تقلب ده كيوبيك، الهيدر بتبقى سفريكال. تاني تاج الموديل تكتشر مود الاكسس، عملناها 7000 مرة تمام. لو حبينا نعمل ريندر نشوف. قبل ما نشوف الفاينل ريندر بصراحة قلت اعمل حاجة، انا عايز احط لايت، اللايت ده يرمي شادو واحس ان دي واقفة على ارضية الهيدر دي. طبعا في حالة زي دي انا مطالب ان انا احط ماتيريال على البلان ما تلقطش الا الشادو فقط. طب دي تيجي ازاي؟ لو احنا رحنا لنو لاير دبل كليك وهسمي دي شادو كاتشر، هرمي الشادو كاتشر دي على البلان ودبل كليك، اللي هنعمله في الماتيريال دي شيل الكالر، شيل الريفلكتنس، روح لالفا تكتشر سكتش اند تون، وهنحط حاجه اسمها سيل. المفروض ان دي لو هنطلع من هنا شغل فلات زي الافتر، لكن السيل فيها حاجه حلوه قوي. اولا هنشيل ايمج الفا دي ونتك على انفرت تمام. بصوا عملت ايه الفكره بقى، ان لما اخش جواها هقول له انا عايز دي تاخد لي الشادوز تمام. في الشادوز هقول له اللايت شادوز لو انا عندي لايتس، وببساطه شيل ده وشيل ده وشيل ده وشيل ده، الشادوز لونها ايه؟ اسود، سيب دي اسود، الديفيوز لونه ابيض، سيب ده ابيض. بس اكتر من كده مش هنعمل حاجه. كده بقت دي شادو كاتشر. تتاكد ان ايمج الفا متشاله وانفرت متعلم عليها. فاضل ايه؟ فاضلش حاجه، فاضل ان انت تحط حته لايت اريا لايت. انا عايز الف الهيدر دي، عايز اخد فيو احلى. انا عايزه جنبها كده. ممكن يكون المشكله في الفوكال لينكس بتاع الكاميرا فعلا. لو رحت هنا على الكار ولفيت كده برضو لفيت كده، طب كاميرا نافيجيشن هقول له اوبجكت مود حوالين الاوبجكت كار. السكاي انا لف
الجزم نفسه. كده اوبس معلش 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 ناخد بقى الاريا لايت ده ونطلعه كده ويلف 90، مش شرط 90 بالظبط يعني، ونرجع ورا، نحاول نخليه نفس المساحة اللي جاية منها الضوء. لايت سوفت شادو، لأن الشادو هنا سوفت كله. الكالر هناخد نفس الكالر، مش جامد قوي، واروح هنا وفي الفولوف ممكن اخليه انفرس سكوير فيزيكالي اكيرت. خلي بالنا ان احنا عايزين بقى هنا كده الراديوس، تمام. لو جينا بقى نعمل ريندر هنلاقي المفروض لو حتى لو عملناه تحت هنا كده عشان نختبر التكتشر دي نفعت ولا ما نفعتش، ما نفعتش. طيب ما نفعتش ليه؟ لان افتكر انها تشتغل مع الانفينيت لايت بس. الانفينيت لايت على فكره ده لايت زي السان لايت زيها بالظبط، تمام. بس في الانفينيت لايت بقى مفيش حاجه اسمها فيزيكال اكوريسي، في حاجه اسمها نان. الانفينيت لايت خلي بالنا هو ما بيشتغلش الا مع الروتيشن اهو، شايف؟ هي السهم ده اللي بيشاور روتيشن كده، وافتكر ان هي تبقى جايه كده سنه عشان نبقى ماتش ليه دي كده، افتكر كده هيشتغل. عملنا كده طيب اريا عايش اريا اشتغل. وبفكر في حاجه كمان، لو رجعته اريا لايت وسبت نوع الشادو اريا، ورندرت تاني تمام كده اشتغلت، يبقى هتبقى هي بتشتغل مع الاريا لايت فقط، تمام، مع الاريا لايت فقط. استنى نشوف او ارجع لكم بعد الرندر اوفر. نخلي بالنا من نقطة مهمة جدا، الشادو اسود خالص، تمام، ولونه وتقيل جدا. فاحنا لو رحنا في اللايت الشادو هنا الدنسيتي اللي هي الدنسيتي اللي هي زي الاوباستي كده، فانا لو خليت تلاتين مثلا ونجرب
كده 10. لو رحت الاوبشنز قلت له شادوز ماشي، تاني خمسة وعشرين، وأفتكر هتبقى 25 كويسة. يعني مش قوي بس تحت كده يبقى غير كده كمان الكولر. خلينا ناخد كولر غامق، ودي ساتوريتد من السين نفسها يعني، ولوني المفروض كنت خدت حاجة من هنا. تمام أفتكر كده مناسبة. فاضل بس حاجة، إن أنا عايز أروح هنا كده وأشوف البلان ده، عايز بس انترسكت كده. الحركة دي أنا عاملها ليه؟ علشان الأمبيانت أوكلوجن ده كده. الفاينل ريندر بتاعنا، حاجة أخيرة عايز اقولها لكم، لو رحنا للريندر سيتنج عشان احافظ على الالوان بتاعتي، الفاتح ما يفتحش مني قوي والغامق ما يغمقش مني قوي، هروح لإفكت وهحط كلر مابينج. شرحه يطول فانا مش هتكلم عليه دلوقتي، هتكلم عليه في محاضره خاصه بالريندرنج لوحدها، بس هقول له افكت باك جراوند وهسيبه زي ما هو كده. لو جيت بس حتى عملت، انا مش عارف هيشتغل مع السكاي ولا لا، بس افتكر انه هيشتغل مع السكاي لانه بيشتغل مع الباك جراوند، افتكر هيشتغل مع السكاي. هنشوف الحتة دي هيبقى ظروفها ايه. استنى بس يخلص. طب بيظبط الصورة جامد بصراحة، يعني هنبص على الموديل هنلاقي الموديل اتظبط فعلا، والباك جراوند اتظبطت زي ما انتم شايفين، الالوان بقت سموز قوي على الموديل. من الحاجات الاساسيه بصراحه اللي الواحد بيضيفها على طول في الريندرينج الكالر مابينج. نشوف ظبطت كتير، يعني الباك جراوند كانت الحته دي كلها كانت بايظه، للحته اللي ورا دي لا ظبطها جدا 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 جدا. تمام، لو عملنا بقى فاينل ريندر وقفلنا محاضرتنا على كده، كانت عارف انها كانت ورشه طويله جدا جدا جدا، بس اتمنى تكون عجبتكم. معلش الورشه اللي بعدها كمان هتبقى يعني طويلة، بس برضو بس هنشتغل فيها أسرع كتير جدا جدا من دي، لأن أفتكر لأن أنا قلت في دي تقريبا كل حاجة تخص اللايتنج وتخص التكتشرينج وتخص وأدوات كتير جدا جدا من الموديلنج، غير كلام جوه البرنامج نفسه. الورشة اللي جاية هتبقى أسرع
من دي بس فيها معلومات جديدة قوي عندي، اشوفكم فيها ان شاء الله.